زهراء وحسين هادي ولاد شاكر تيقولوا لها ولاد شاكر هادي داو الزاويت. شنو كاين هنايا؟ تما هذا هو نيت بلادنا كيقطعوا فيه التمر وهادي هي الحرفه ديالتنا فلاحه. الناس نيت غير فلاحين من كنقطعوها من النخله ونحطوها في الارض ونديوها للدار. ايوا شي كلينا شي ديناه للسوق شي دي هي معيشتنا. كان تيقطعها الراجل من النخله ونسوسها التمر حتى ما يبقى فيها التمر عاد نحطو العراجين ملي صغار. ملي صغار؟ اه. وانتي كامراه مغربيه هادشي هو اللي كت هادشي هي الحرفه هادي هي حرفتنا هي تيربحو الناس وتيربيو البهايم وتيربيو العجول وتيربيو هادي هي. كان فيق الصباح ني كان ندير شغل الدار وملي تكون التمر كل عام هكا نخرجو نجيبو التمر ويبيع الراجل التمر. كتعاوني انت وراه؟ كنتعاون انا وياه. نجم محمد وشحال هادي تقريبا؟ راه عندي 50 عام تقريبا نقول من 18 عام ولا هكا. كاين نيت النخل وكاين هاد الهصه هادي تيقولها الهصه تتحش البعيم تيكون الزرع الفول الدرا وكل الزيتون كلشي كاين. المهم شهر ثلاثة تيطلع النخل تيطلع هاد العراجين هادي تيتذكر حتى تذكر عاوتاني تنخليو. المهم تيطلع الفلاح تينقيها وقيت تذكر تينقي وغادي. المهم يوصل شهر 10 تيعبيو عباد الله شي تيقطع شي تيعبي كل واحد كل تي نقولو بحال هادي دابا تينوض دابا تيعبيها تيحيد التمرة بتمرة. كيحيد التمرة؟ ايوا تيدي للسوق حيت يوصل نيت القطيع هكا تيقطع حيت يوصل شهر 10 تيقطعو الناس. ايوا على ما تيقول لك 5 سنين 6 سنين على حساب الارض. كاين اللي غادي تعرض نقولو في 3 سنين الى بحال الارض جديدة بحال القديم 6 سنين 7 سنين كاين حتى 8 سنين كاع على حساب الارض. كاينه مولات القنطار كاينه اللي تعطيك 70 كيلو كل وحده. النخله اللي ترى وحده مننا نت بحال اللي راك واحد معاك في الدار الشيء اللي كاين. يعني هي مصدر الرزق ديالك؟ هي مصدر الرزق ديالي هي النت فاش كتعيش كل شيء. اي حاجه بغيتها كاينه. انواع التمر كاينه في هذه المنطقه انواع التمر كاع كاينه من المجهول واي الخلط. المهم الحاجه اللي بغيت كاينه. تفطر مع هذيك 8 9 كتكون في الغابه يا مره العصر مره المغرب كل نهار كل نهار. شنو كديروا؟ نيت تجي نيت كتقطع وكتلقط وكت يعني خص العنايه الا بغيتي ضروري ضروري اي حاجه خصك تنقاو خصك تنقيها. بالنسبه لك انت شنو ما كتقولش عييت نبدل الحرفه ما كتقولش؟ ما يمكنش العيا العيا تخليه انت عييت تخليه الشيء ما يمكنش. سكنيت انت كمل. المهم تكمل عاوتاني تشوف حاجه اخرى عاوتاني ديرها.